إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في هذا الجزء الثاني من غرفة الأخبار. في الجزء الأول كنا تحدثنا على صناعة صيدلانية في الجزائر، تكلمنا على زيارة العاهل الأردني للجزائر وما أثمرت وما أنتجت من اتفاقيات ومذكرة تفاهم. كنا خصصنا الجزء الأول هذاك لصناعة صيدلانية في الجزائر مع بالشراكة مع الأردنيين. الآن نتكلموا على شأن الجزائري. يوم ثلاثة قبل يومين احتفلنا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة كما كل دول العالم. ضيفنا اليوم راح يكون الأستاذ جمال رحيم وإطار في وزارة التضامن. راح نحاول نتكلم على واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، ماذا تحقق، ماذا يمكن أن يتحقق في المستقبل. أستاذ جمال، صباح الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. شكرا أخ محمد، نشكرك على الدعوة اللي سمحت لنا اليوم أننا نلتقي في هذه المناسبة اللي هي الاحتفال اللي مر، اللي هو الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. يعني ولو متأخرين صح، قد ما نديروا لذوي الاحتياجات الخاصة قليل يعني. هنا يا فعل محمد، هو اليوم هذاك هو يوم محاولة تقييمية فقط، لكن نعم. العمل تاعنا هنا يا في ذوي الاحتياجات الخاصة هو طول السنة، ودائما نسعى في إطار السياسة المنتهجة للدولة الجزائرية للدولة أننا دائما نحاولوا تحسين أوضاع الفئة وإيجاد حلول وميكانيزمات اللي تمكنهم من يعني الاندماج الاجتماعي والمهني بطريقه سلسه، وما يكونش فيها يعني ديزونتراب، يكون دائما نحاولوا تسهيل العمليه هذه عن طريق اولا نظن انه الواقع اليوم يخلينا نعاود نراجع وناكد على اشياء كثيره. اليوم ما ناش نعمله فقط في إطار الحماية الاجتماعية فقط، فيه نشاط اجتماعي قوي اتجاه هذه الفئة لإدخال الميكانيزمات الجديدة اللي معمول بها في العالم خاصة. بمعنى أنه اليوم ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر أو هذا هو التوجه الجديد، ما يبقاوش يتلقاو في, 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 في الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي فقط. هذا هو هنا يا اليوم السياسة المنتهجة هي سياسة ازدواجية. الشخص اللي لازم له الحماية الاجتماعية يوجد يعني الحل تاعه، والإنسان اللي محتاج إلى التنمية الاجتماعية يوجد يعني نفس الاهتمام من لدن السلطات العمومية. هي ما ننساوش باللي الواقع هذا واقع الإعاقة، هو واقع يجب يعني النظر إليه بنظرة عقلانية، ماهوش واقع محتوم، لأنه يعني يمكن تغييره، يمكن تغييره، يمكن تسهيل الآثار السلبية، وكذلك يمكن كذلك ما يسمى بالكشف المبكر. اليوم العلم في الجزائر يعني تطور، المنظومة الصحية في الجزائر تطورت صحيح، اللي تخلينا اليوم أكثر دراية ب يعني كيفية التعامل مع مختلف الإعاقات. تشوف يعني دائما أنه نحاولوا نبرزوا عينات من هذا الواقع، العينات هذه اللي تخلي الناس أكثر تفاؤلا، لأنه ذوي الاحتياجات الخاصة في كثير من الأحيان في سنوات عدة يعني كانوا معتمدين أساسا على الحماية الاجتماعية فقط. الإدماج المهني لهذه الفئة كان شوية بعيد، التمدرس تاعهم كان بعيد كذلك. صحيح صحيح. اليوم لو نعطوا غير عدد اللي راهم متمدرسين ويفوت 33 ألف طفل متمدرس في مختلف مؤسسات الدولة. يعني في مدارس خاصة بهم سي جمال، أم أنه مدارس ليست خاصة وربما عندهم تسهيلات ربما؟ هو اللي قلت لك الواقع الجزائري في تغير دائم تكيفا مع ما يحدث في العالم. اليوم يعني لما هنا أوراتيفي، لما نمضوا على اتفاقية نعم دولية، دولية معناتها نلتزم بتطبيق البنود المنصوص عليها. في هذه مشينا شوط كبير، لأنه لو نتكلموا برك اليوم على تمدرس الأطفال في المدارس العادية نعم، الشيء هذا كان
غير مقبول اصلا في فترات ما. نعم غير مقبول غير يعني مقبول يعني غير مقبول اجتماعيا اجتماعيا نعم. على كل الاصعده الفون دي فوق كل ديز. نعم نعم. لكن العمل اللي نقوموا به في اطار في وزاره التضامن الوطني في اطار يعني البرنامج اللي وضعته معالي السيده الوزيره في هذا الموضع بالذات يخلينا نمشوا بنظره تفاؤليه. تفاؤليه واش نقولوا فيها؟ نقولوا باللي مهما كانت الاعاقه اللي امامنا لو استغلت على الاحسن القدرات الكامنه لدى هذا الشخص يمكن تعويض هذا النقص وادخال المعنى في اطار العادي. معناتها اليوم الاقسام المدمجه رانا فتنا 1000 قسم مدمج في فتره زمنيه غير مشيق مشيق كان عندنا 24 قسم. اليوم رانا في 1000 فتنا 1000. واش تقصد بالاقسام المدمجه؟ الاقسام المدمجه هي تمدرس الطفل في الوسط العادي. العادي نعم. يعني شوف حتى هذا لا سيغماتيزاسيون هذا التخصيص تاع ذوي الاحتياجات الخاصه في اطار مراكز متخصصه بهم رانا ماشيين تدريجيا الى القضاء عليه نهائيا ويصبح الطفل عنده نفس النمط التربوي الموجود. ما عدا بالحالات اللي يجب ان الدوله تتكفل بهم وهما الاعاقات الثقيله. انت ذكرت سي جمال عباره قلت لها ستيغماتيزاسيون بمعنى انه يعني انت تعاملوا على اساس انه خلينا نقولها معوق يعني ما وديروا في مكان خاص يعني هو نفسيا يتاثر اهله يتاثروا. يعني شوف هو تطور وسائل الاعلام اليوم النت واش نشوفوا الافلام البرامج الاجتماعيه خلتنا اليوم اكثر تقبلا لواقع الاعاقه. طبعا طبعا احنا انا معنى ليست نقيصه ما. احنا شفنا سي جمال سامحني شفنا كاس العالم في قطر الافتتاح يعني اكثر يعني لا يعني صوره معبره نعم معبره عن التعايش اللي لازم من يحدث وهذا القفزه النوعيه في التكفل بذوي الاحتياجات الخاصه. حتى هنا مبدا الاعاقه ماش نتكلموا عليه الاعاقه اليوم اخ محمد ماناش نقولوا معاقين رانا نقولوا من ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني هذا الاحتياج الخاص بتوفيره يصبح هذا الشخص عادي انسان عادي. نعم لكن هذا العمل ما هوش عمل قطاع التضامن الوطني وحده. نعم. إذن فيه المبدأ الجديد اللي تأكد عليه دائما السيدة الوزيرة هو مبدأ التضامن الحكومي. التضامن الحكومي هي نوع في فلسفة اجتماعية جديدة تخلي عدة قطاعات وزارية تشارك في إيجاد طرق وتوفير الإمكانيات لذوي الاحتياجات الخاصة للولوج إلى العالم الطبيعي بصفة عادية. نعم نعم. هنا اليوم نعمل مع 3 قطاعات يعني بصفة مكثفة. نعمل مع قطاع التربية الوطنية. نعمل مع قطاع التكوين المهني ومع قطاع الصحة. واليوم نخدم كذلك مع قطاع المؤسسات الناشئة. الله يبارك. نعم. لأنه طبيعيا هذا هو الانتقال الطبيعي. شوف لما تجيب ذوي الاحتياجات الخاصة تجيبه دخلوا في مؤسسة تربوية. نعم. أو يقرأ يكمل التعليم تاعه يروح تعطيه فرصة نجاح. يا إما يروح للجامعات ولا يروح المتوسطة ولا يروح الثانوية يا إما يروح إلى إعادة إلى التكوين المهني. دوك هذول اللي دو موجودين أنا ما تحرموش من فرصة نجاح. يعني يروح لما يروح للتكوين راح يتحصل على تكوين متخصص. لانه شوف محمد كتب كل انسان اللي عنده الاراده انه يغير الواقع تاعه. نعم. تثبت التجربه في كل العينات اللي نشوفها انه نسبه النجاح تاع الناس هذو هي نسبه كبيره. نعم صحيح. لكن لازم الوسط يكون وسط مؤهل لبروز هذه الفئات. لما نتكلموا على الانتصارات اللي حققوها ذوي الاحتياجات الخاصه في الاولمبياد ويعني في مختلف المسابقات الدوليه ما لا خير دليل على انه هذه الفئه اذا كان وفرنا لها الظروف يعني المؤسسات وكل يعني شروط النجاح الا ويفرضوا انفسهم ويصبحوا يعيشوا بصفه عاديه داخل المجتمع. نشوفوا
حتى بالنسبة للإعاقات. شوف، لأنه هي الإعاقة، شكون الإعاقة اللي صعيبة في التعامل؟ هي الإعاقة الذهنية، لأنه الإنسان يفقد قدراته الذهنية للتكيف العقلية. لكن ما عدا هذا، لما نتكلموا عن الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، تطور العلمي والاكتشافات اللي هي تحدث اليوم تخلينا ننظر على هذه الإعاقة بطريقة يعني شو بانال. نعم. لما تقول لي أنا يا أنسور، أنسور مي إلي أباري ولا إلي كوكلي أن أنفون، علاه؟ قلت لك مبكرا للدياغنوستيك. نعم. كي يكون مبكر تقدر تصيب له حلول، تصيب له الحلول بصفة سهلة. طيب سي جمال، أنت ذكرت 3 قطاعات حكومية، قلت في أنه 4. نعم ذكرت 4، قلت بأن الوزيرة تحرص اليوم على التضامن الحكومي، بمعنى أنه ما يبقاش، بمعنى أنه القطاعات الحكومية الأخرى تبذل جهد كذلك طبعا للإسهام في التخفيف من ما نقول معاناة هؤلاء الناس. الآن القطاع الخاص سي جمال، هل يعني القطاع الخاص في الجزائر تحرك شوية أنه هي مبادرات فردية فقط ليست بالكبير؟ شوف، هو كل حاجة تصير وفق الأطر القانونية اللي توضحها الدولة. هنا لفترة ما كان هذا المجال حكرا على الدولة. نعم. يعني كانت الدولة وحدها برك اللي تكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه الجمعيات، كثير من الجمعيات اليوم جمعيات فتحت مؤسسات متخصصة لهذه الفئة. اليوم تقدر تقول عددهم اللي متكفلين بهم حوالي 10,000 طفل متكفلين بهم جمعيات فقط. طيب، إضافة إلى المؤسسة، إلى فتح المجال اليوم أمام الاستثمار. يعني أصبح هذا لوكرينو، المجال هذا مفتوح للاستثمار. للاستثمار، يعني الشخص المعنوي ولا الشخص الطبيعي يقدر يفتح مؤسسة متخصصة ويقوم يعني عاديا، يعني في إجراءات قانونية، يقدم الملف تاعه، يعطوا له لاغريمون تاعو باش يفتح مؤسسة متخصصة. إذا اليوم نقدر نقول باللي في بعض المؤسسات اللي راهي تنشط وتعمل في إطار تكفل، سواء بالذوي الاحتياجات الخاصة أو فئات أخرى. اليوم المجال يعني التوجه تاعنا، توجهنا هو تعديد أنماط التكفل، وبالتالي يصبح الإنسان لما تكون عنده الظروف ويكون عنده الشروط أنه يقدر يتبع يعني في مؤسسة خاصة، كما نفس الشيء ما هو موجود في إطار التربية الوطنية. ولكن نقصد أستاذ، نقصد في التشغيل، يعني في عالم التشغيل، هل الخواص اليوم يعني مرام في نفس؟ شوف، هو القانون يقول باللي تشغيل 1%. نعم. لحد الساعة. لكن توجد بعض الكثير من المؤسسات الخاصة اللي تلجأ إلى مديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات ولا عن طريق القطاع الوزاري، بحثا على هذه اليد العاملة. والناس يحبذوا كثير يد العاملة تاع الإعاقة السمعية، لأنه يعني ثبتت التجارب على أنهم يعني أكثر مردودية، أكثر يعني تقني، يعني لا تكنيسيتي تاعهم، يعني يخدموا بإتقان. إذا نقدر نقولوا باللي الإعاقة الحركية والإعاقة السمعية والإعاقة البصرية ما همش عائق أمام ولوج عالم الشغل. ونظن أنه تشوف يعني الفئة، يعني نتكلم عن الفئة الصم، يعني وصلوا أنهم أنشأوا مؤسسات، يعني داروا تعاونيات وأنشأوا مؤسسات رائدة، سواء في إطار يعني الترافاي دولار، يعني في إطار الخشب، في إطار الجبس، في إطار يعني كثير يعني. وهذا ما خلى قطاع التكوين المهني يمشي إلى أقسام يعني in performance، حاولوا أنه يديروا تخصصات لتأخذ بعين الاعتبار. نعم. هذا الشيء، وهذا هو اللي نتكلم دائما على التنسيق بالقطاعات الوزارية، هو كيفية فتح تخصصات أخرى تماشيا أولا مع المستوى التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه اليوم راهم يعني كاين لهم دكاترة، كاين اللي دخلوا الجامعات. نعم. كاين اللي راهم اليوم، كاين اللي رانا يعني على المستوى المتوسط والثانوي فيه العدد أقوى من قبل، لأنه يعني كان فيه متابعة من قطاع التضامن الوطني لهذا يعني الشريحه اللي تخرج من المؤسسات تاعنا، سواء في اطار التعليم الابتدائي لما تكمل تدخل المتوسط،
كان لازم تكون متابعة. المتابعة كيفاش؟ بما في إطار هذه الأقسام الخاصة التي تفتح على المتوسطات، أولا تقليص الفارق وتقبل الآخرين يخلينا دائما في كل يعني المحتان هنا وقت نعرفوا لزانديستان لزانديكاتور نعرفهم في الامتحانات، لما توصل امتحانات المتوسط ولا الثانوي دائما العدد في تزايد مستمر، معنى نسبة النجاح ترتفع يعني نسبة يعني اللي وصلوا للمتوسط والثانوي أصبح العدد مقارنة مع السنوات الماضية الانديكاتور يطري فافور. نقولوا باللي اليوم لو نكملوا في نفس الوتيرة العدد دائما يعني في ارتفاع، لأنه حظوظ النجاح، وخاصة وأنه اليوم حتى الأسر الأخ محمد الأسر تغيرت نظرتها. نعم. يعني في كثير من الأحيان في أوقات معينة ما تشوفش ذوي الاحتياج الخاصة، ما تشوفهمش إطلاقا. نعم. اليوم يعني نلقاهم في إطار يعني كل يعني ما منصات يعني العمل تلقاهم في الرياضة تلقاهم في الإبداع تلقاهم. صحيح. واليوم حتى ونيودي ستارت اب هذا الشيء الجديد هو أنه هل عندهم تحفيزات خاصة في هذا المجال أنه ما يشملوا أي إنسان يشملهم يعني؟ لا 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 لا، شوف محمد يعني هناك جزائريين معروفين بتضامننا مع هذه الفئة ولا مع أي طبعًا. يعني إنسان دونك في التكوين، شوف أولا في التكوين عندنا ما يسمى بتكوين المحمي عندنا في كقطع سيلي سياتي. وش التكوين المحمي؟ سي لي سونتر داد باغ لو ترافاي، يعني هادو مراكز المساعدة عن طريق العمل. نعم. هنا شوف لما تبدا تاخذ طفل تديه وتبدا من هي كاين سوكنابيل دوك ليديكاسيون بريكوس دوك يعني الكشف المبكر والتكفل المبكر. مبكر. نعم. تبدا من 3 سنوات يبدا تبدا فيه متابعة يعني حتى وتكون يعني يومية عن طريق يعني الوصول للمؤسسة ويكون فيه فحص من طرف الأخصائيين ويعود يروح البيت تاعه، متابعة تخليه تعطي له أكبر حظوظ أنه ينتقل في هذه الأطوار إلى أن يصل إلى التكوين. التكوين هذا يلزم له وسط خاص. صحيح. وسط الخاص هذا هو اللي راح يأهله بالتعاون مع قطاع التكوين المهني أنه يوصل أنه تكون عنده شهادة ويدخل لعالم الشغل. يعني هذا هو لما نتكلم على التكوين المحمي عندنا في إطار قطاع التضامن الوطني عندنا كالكسياتي ونخدمه مع قطاع التكوين المهني اللي عنده بعض المراكز الخاصة بتكوين ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. يعني لما على هذين نتكلموا دائما أنه فيه تعاون بين مختلف قطاعات الوزارية لنصل في آخر المطاف إلى يعني إظهار منتوج يقدر يعني يدخل لعالم السوق وعالم الشغل. حتى بالنسبة للناس اللي دخلت محمد لعالم الشغل الخاص اللي كونوا مؤسسات يعني فيه كثير عالم المقاولاتية يعني فيه لما كان قطاع التضامن الوطني يشرف على وكالة القرض المصغر يعني كانت السيدة الوزيرة في فترة ما خصت يعني نسبة كبيرة من القروض اللي هي 1500 قرض لهذا ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني ما هوش تخصيص يعني محدد، هو تخصيص مفتوح. يعني لو هنا كان وصلنا كملوا 1500 نروحوا يعني الباب مفتوح أمام الجميع، لكن التخصيص هو محاولة لإعطاء الناس هذاك الرغبة. نعم. في الوصول إلى إنشاء مؤسسة. يعني. تنظر أنه في كثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم اللي راهم يعني رواد أعمال. رواد أعمال اللي يقدروا، لكن دائما نقولوا باللي الأمل أنه كل إنسان اللي عنده يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة لازم يكون عنده الأمل والإرادة أنه يعني يعوض النقص الموجود عن طريق ما يعني يوفره قطاع تضامن أو قطاعات وزارية أخرى حتى يصل أنه يصبح يدخل لعالم الشغل ويندمج اجتماعيا ومهنيا. وهذا هو الهدف في آخر المطاف، هدفنا في مع ذوي الاحتياجات الخاصة في كيفية توفير الظروف المناسبة أنهم يوصلوا عاديا نقدروا نتكلموا يصبحون منتجين للثروة يعني منتج للثروة، وهذه يعني دلائل نشوفوا فيها في أرض الواقع. صحيح. أشكرك سي جمال رحيم إطار في وزارة التضامن، أتمنى فقط أنه يعني بيكون تكون مبادرات أكثر إعلامية وتحسيس وديسبوت هكذا ببليسيتار وغيره
يخليوا هذه الشريحة من الجزائريين يعرفوا يعني الإمكانات اللي بين أيديهم اللي توفرها الدولة والفرص اللي توفرها الدولة، لأنه يعني ربما هم أكثر حاجة إلى أن المعلومة تصلهم ولا يبحثون عليها، يعني ماشي ربما واحد اللي بصحته كامل صح ويحتاج المعلومة كذلك ولكن يقدر يبحث عليها. هو الأخ محمد هو اللي يعني العالم المعلوماتية اليوم مفتوح، يعني والقنوات اللي راهي موجودة اليوم، هذا قال اليوم مع قناة البلاد نتكلموا على الاحتياجات الخاصة، وفي كثير من الأحيان كنا شاهدنا روبورتاجات حول نماذج من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي حقوا اندماجهم، وهنايا هذه هي اللي نحاولوا دائما نبرز هذه الصورة باش الناس كامل تحاول يعني توصل لهذا النمط، وهذا هو هدفنا في آخر المطاف، كيفية الإدماج المهني والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر. أشكرك مجددا سي رحيم جمال، أنت إطار في وزارة التضامن والشؤون الكرام، نشكركم من جانبنا، لقائنا بكم يتجدد غدا إن شاء الله، إلى ذلك الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.